تركونا مشي كأنه نحنا مش عاوزين بشي ولا الدواء ولا حماية ولا شيء ولا شيء، إنه نحنا إنه أو يمكن ما بيصيرنا شيء هني بيعتبروا أو إنه ما خصنا فيه. اليوم بيجي شيء جديد إنه ما بنتوقعه إنه شو هو. مازارات ماندافرو سيدة إثيوبية تعمل في لبنان منذ أكثر من 10 سنوات، حالها كحال كثيرات من العاملات الأجنبيات اللواتي عشن في ظروف صعبة زادت من حدتها جائحة كورونا والأزمات التي مر بها لبنان. العاملات الأجانب بلبنان أوريدي وضعهم صعب بلا كوفيد 19 وبلا حجر صحي. مثل ما بتعرفي في نظام الكفالة اللي موجود عنا بلبنان اللي هو إذا بدك نوع من عبودية مستحدثة، فوقتها أجت أزمة كورونا وبلش الحجر الصحي التأثير كان مختلف على حسب شو الستاتس أو وضع العاملة الأجنبية، يعني هل هي بتشتغل بقلب بيت أو هي بتشتغل فريلانس. بالنار كنت أروح على الشغل لأنه مجبورة أروح على الشغل، يعني إذا ما اشتغلت ما في عيش. حتى أنه شو اسمه يلي ما اشتغلته لا ما عودوني شيء، كل الدوماستيك وركر نفس الشيء كان مثلي كانوا عم بتوجهوا هاي مشاكل، إنه أول شيء ما عم بيقبضون بالدولار ما في دولار، وتاني شيء حتى لو بيمرضوا ما كانوا يقدروا يوصلوا على المستشفيات بسهولة، لا كان كتير صعب يفوتوا على المستشفى أو يلاقوا الأدوية. حتى اللي ببيوت بالقلب البيوت اللي عم يشتغلوا دوماستيك وركر في منهم ما عم بيقبضون كلياً، صار لهم 2 و3 سنين ما عم بياخدوا مفانشون، ما عم بيقدروا يسافرون على بلدهم لأنه ما عندهم دولار يجيبوا لهم التيكيت. في كتير أصحابنا توفوا من الكورونا لأنه ما قدروا يوصلوا ويفوتوا على المستشفيات. بعد تأزم الوضع الصحي والاقتصادي وجدت عاملات أجنبيات أنفسهن مرميات على الطريق أمام سفارات بلادهن بعدما تخلى عنهن أصحاب العمل من دون حتى دفع أجورهن. كانوا كتير ناس كانوا يدقولنا كتير دوماستيك وركر كانوا عم يتعنفوا، كان عندهم شغل فوق ال 18 ساعة بيشتغلوا فوق الهيدا، إذا مرضوا ما بياخدوهن على المستشفى ولا شيء. إنه آخر شيء كنا أصلاً كانوا كتير بيوت إنه مزار ما يدفعوا لهم كانوا يجوا يحطوهن قدام السفارة يتركوهن يفلوا كرمال ما يدفعوا لهم معاشهم. في منهم بيقولوا له عن تايت عن روح سوبر ماركت بدي يجيب لك شيء، بتجيبها بتفوتها على السوبر ماركت وتحمل حالها وتفل. كيف قدروا العاملات الاجنبيات يواجهوا الحجر الصحي ويواجهوا الازمه الاقتصاديه؟ هو لانه في جمعيات منهم وفيهم قدروا يجيبوا تمويل وقدروا يوزعوا مساعدات ان كانت ماديه او ان كانت اكل ومعونات وصحيه للادويه، من اهمهم هي انيا لانيا. خلال عملها مع جمعيه انيا لانيا كانت مازارات تذهب على الرغم من الحجر الصحي والاقفال لتامين المساعدات والادويه للعاملات اللواتي لم يتمكنا من مغادره منازلهن. من اول ما بلش الكورونا انه كان كثير بالشكل مش طبيعي، كان في تليفونات مش بس تليفونات، ناس شخصيا تجي لعنا انه بيقولوا لنا ما عنا ناكل ما عنا دواء، وخاصه اللي اميات يعني اللي ما عن الاولاد كان كثير صعب، يعني لدرجه كنا نحس انه محنوقين ما بنقدر نوصل، يعني بالالف الشخص بيجوا بكل بالشهر بالتليفون كثير شخص بيجوا لعنا، يعني ما فينا نعمل للكل. اذا ما عندي دوله وما عندي قوانين تطبق على وتتعامل الجميع بمساواه، الجمعيات تعمل قد ما فيها بس ما بتاخذ محل مؤسسات هي المفروض تحمي العالم